مساكم الله بالخير مستمعينا في حلقة جديدة من البرنامج الرياضي اليومي غرفة 11، معكم ثامر الحميد ومن إعداد الزميل عثمان الصولي. مباراة الهلال والاستقلال الإيراني إلى الآن في دقيقتها 67، النتيجة تعادل السلبي بدون أهداف. مباراة الاتفاق والشباب الإماراتي، خسارة الاتفاق من الشباب الإماراتي 0-1 هناك في الإمارات. يبدو تقريبا خلينا نقول الاتفاق فقد المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى دور 16. المباراة حتى الآن مباراة الهلال، يعني كان الشوط الأول هجوم ضاغط من الهلال، اللعب كله في منتصف ملعب الفريق الإيراني، لكن ضيع نوعا ما جملة من الفرص. من ناحية أخرى نشوف الهلال في الشوط الثاني حاول في كرة في العارضة، لكن إلى الآن النتيجة التعادل السلبي والدقيقة 67. نذكر بنتائج مباريات اليوم. دوري أبطال آسيا، الشباب الإماراتي والاتفاق السعودي، فوز الشباب الإماراتي هدف للأشياء الأخوي القطري. بختكور الأوزبكي 3-1 للأخوي القطري. العين الإماراتي 2 والريان القطري 1. الهلال السعودي 1، الدقيقة 68 هدف للهلال. نبي نشوف بس من سجل الهدف، ولا خلنا نروح لمازن القحطاني. نروح لمازن القحطاني يقول لنا مين جاب الهدف. مازن حياك الله دامر، احييك واحيي المستمعين الكرام. بالتاكيد الهلال يحرز الهدف الاول الان في دقيقه 68. سالم الدوسري يعني كانت تسديده من خارج منطقه الجزاء، الجمهور ولع معها يا دامر. ان شاء الله الثاني والثالث ان شاء الله. والله انا قلت اليوم في الجوله انه فوق اكثر من اثنين ان شاء الله. والله يا دامر ترى الان يلا اسمعك مره، الجمهور ولع مره. تعرف عاده امام الفرق الايرانيه دائما ما تكون المواجهات السعوديه ذات طابع خاص وحماس كبير جدا من الجمهور واللاعبين. يعني شوف الجمهور الان، وايضا كانت تذكر البدلاء في نادي الهلال كان لها فرحه خاصه مع سمو الامير عبد الرحمن بن مساعد رئيس النادي. طبعا يا دامر انت تشوف بدايه المباراه تقريبا الضغط هلالي كبير جدا واضاعه فرص، وكان الخوف حتى زملاء الاعلاميين اللي كانوا جالسين جنبي يقولون خايفين من انه دائما اذا ما تسجل دائما ما تقبل الاهداف، ولكن الحمد لله يعني الهلال سجل هدف الان مع الضغط الجماهيري مع الحماس اللي في اللاعبين باذن الله تعالى يكون الهدف الثاني والثالث ان شاء الله. يتمكن الهلال من يعني تقريبا انه يضمن جزء كبير من التاهل بعد ان فاز العين اليوم على الريال القطري. صحيح. معي احد الزملاء، معي خالد العتيبي من صحيفه الرياضي. استاذ خالد اللي بدايه رحبك بالرئاسه السفن مع السامر. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ خالد العتيبي، حياك الله معنا في اذاعه مكس اف ام. يا هلا والله صديقي، حياك الله. حياك الله زميل خالد. الهلال الشوط الاول كان متسيد المباراة، الشوط الثاني الان تسجيل هدف، توقع الهدف هذا ان شاء الله راح يبدا يعني يكون بداية سلسلة اهداف قادمة في العشرين دقيقة المتبقية. بسم الله الرحمن الرحيم. من البداية صراحة الهلال كانت بداية قوية ويبحث عن تسجيل هدف مبكر، سنحت لعدة فرص لكن لم يحسن استغلالها. الفريق الإيراني كان متكتل بمناطق خلفية بشكل كبير جدا. اليوم زلاتكو كان نازل المباراة تكتيك مختلف نوعا ما، كان مركز تركيز كبير على الأطراف بوجود سالم الدوسري ونواف العابد، وشكل خطورة كبيرة، لكن كان اللي ينقص الهلال عدم الكثافة الهجوم داخل ال 18. الفريق الإيراني كان اعتماد كلي على الهجمات المرتدة وشكل خطورة كبيرة على الهلال، خاصة في الشوط الأول في كورتين شكل خطورة كبيرة. الهلال قل رتمه آخر الشوط الأول، مع بداية الشوط الثاني شفنا الهلال عادل السيطرة، عادل الضغط، عادل إلى أن تحصل على الهدف. أعتقد أن الهلال حقق المراد وهو تسجيل الهدف. تعرف وضع المجموعة الآن صعبة جدا، خصوصا اليوم بعد فوز العين الإماراتي،
وخاصة نقاط الفريق الاستقلال هربا نجاح فريق الهلال ثلاث نقاط يعني محتاج الفوز بشكل كبير جدا، خاصة المباراة القادمة زميل خالد راح تكون في إيران، فمن المفترض أن الهلال يفوز المباراة هذه. صحيح يعني حتى ما في وقت يعني الثلاثة القادم راح تكون في إيران، وتعرف الفريق الاستقلال الإيراني على أرضه بين جمهوره يكون صعب، يعني فريق صعب جدا. لكن فوز الهلال اليوم ان شاء الله راح يعطيه دفعه معنويه حتى انه يلعب يعني بفرصه التعادل، يعني بإيران لو يلعب يحافظ يعني على التعادل يكون يعني وضع كويس في المجموعه ان شاء الله. الان بقى 20 دقيقه الفريق الايراني بدا يتخلى عن تحفظه، بدا يندفع للامام. نتمنى ان الهلال يستغل اندفاع الايراني من هجمات المرتده ان شاء الله، خصوصا مع نزول وسلي وسرعه نواف العابد وياسر الشهراني وسالم الدوسري، ان شاء الله يتحصل يعني من يضاعف النتيجه ان شاء الله. ان شاء الله زميل خالد عتيبي صحيفه الرياضي الف شكر لك. العفو حبيبي، يعطيك العافيه. نرجع للزميل مازن، مازن القحطاني. حياك الله يا مازن، في ضيف ثاني معك. شوف الان الثامر احنا نشوف الفريق الايراني بدا يهاجم، يعني الاول مره من فترات المباراه كامله انه يبدا يهاجم هجمتين ثلاث ورا بعض، لان الفريق الايراني كان على امل انه هو ينهي مباراه بالتعادل، جاء فيه هدف الان يحاول يسجل التعادل. جدا جدا واضح يا ثامر انه من بدايه المباراه من ما كانت النتيجه 0-0 اللاعبين الايرانيين كانوا بطيئين باللعب، باردين شوي، حتى رميات ضربه المرمى رميه التماس شوف انه على البارد اللي يلعب حس انه يبغون الوقت ينتهي على الصفر هذه، لكن مع النتيجه هذه ربما يتقدمون يعني ويحاولون يحرزون التعادل. لابد من المدرب الهلالي زلات كنا يحاول يستفيد من التقدم هذا وفتح الملعب بالهجمات المرتده، ويحاولون بعد انه يعني يضغطون على الفريق الايراني باحراز الهدف الثاني. انا كان لي سؤال امس للمدرب زلاتكو، كنت سألت يا مستر زلاتكو اذا انت ضمنت بكره هدف في بدايه في المباراه انت راح تقبل ولا راح تحاول انك تسجل الثاني والثالث؟ وقال لازم انه نتيجه 1-0 2-0 غير مريحه جدا، لابد من تسجيل الثاني الثالث الرابع اكثر عدد من الاهداف متاح، لان من هالمباريات ممكن يجي هدف الدقيقه 90، خاصه اذا ما علمنا يا ثامر انه نادي الهلال في البطوله الاسيويه ما ادري عندهم عقده في الاهداف اللي تجي بالدقائق 90 91. في الدقائق الاخيره صحيح. طيب مازن بنرجع لك ان شاء الله بعد شوي، بنطلع الفاصل ونرجع مرة ثانية مع الزميل مازن القحطاني من ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز. مباريات دوري أبطال أوروبا الدقيقة تقريبا 30، مباراة ريال مدريد وغلطة سراي التركي، تقدم ريال مدريد بهدف للاشي عن طريق كريستيانو رونالدو، المباراة طبعا تلعب في مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو. بنطلع الفاصل ونرجع مرة ثانية في برنامج غرفة 11. أنا في برنامج غرفة 11. في الدقيقة 79 سجل الفريق الإيراني الاستقلال هدف التعادل لتصبح النتيجة التعادل الإيجابي هدف لهدف. حنا الآن نلعب في الدقيقة 81 والتعادل الإيجابي لا يزال. الهلال الآن يبدأ في العشر دقائق الأخيرة أو خلينا نقول 9 دقائق الأخيرة في رحلة البحث عن هدف للتقدم بعد أن سجل فريق استقلال طهران الإيراني هدف التعادل. باقي عندنا وقت شوي كده ان شاء الله بنرجع مع الزميل مازن القحطاني. بنروح لموضوع قبل أن نتطرق على موضوع إصابة ميسي أمس والتشخيص والفحوصات اللي صارت لأمس أو اليوم، خلينا نتكلم اليوم الظهر كان في الكشوفات على إصابة ميسي. قبلها بنتكلم عن الاتحاد الإيطالي طلب رسميا مباراة ودية مع المنتخب الأرجنتيني، مباراة ودية وين بتكون ومتى وكيف طريقة الطلب الرسمي لطلب الاتحاد الإيطالي. نسمع هذا التقرير ونرجع مرة ثانية في برنامج غرفة 11. التقرير الرياضي. طلب الاتحاد الإيطالي رسميا من نظيره الأرجنتيني إقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين بعد أن تقدم المدير الفني الإيطالي تشيزاري برانديلي بهذا الاقتراح تكريما للفاتيكان الجديد. وتضمن العرض إقامة المباراة في روما 14 أغسطس، وهو اليوم الذي يشهد إقامة عدة مباريات دولية مدرجة في جدول الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. ويجري الاتحادان الإيطالي والأرجنتيني مفاوضات منذ فترة لإقامة مباراة بين المنتخبين على أرض محايدة، وكان يتوقع
يتوقع أن تقام في سويسرا أو بلجيكا، لكن الاتحاد الإيطالي اقترح إقامة المباراة في روما خلال الرسالة التي وجهها للسكرتير العام للاتحاد الأرجنتيني ميغيل سيلفا، حتى يتسنى للأسوري الاتفاق مع فريق آخر على خوض المباراة في نفس التاريخ حال رفض راقصي تانجو هذا العرض. التقرير الرياضي. رجعنا لكم مرة ثانية، دقيقة 83 داخل على الدقيقة 84، باقي 6 دقائق من الوقت الأصلي في مباراة الهلال والاستقلال الإيراني، ونتيجة تعادل إيجابي هدف لهدف. في دوري أبطال أوروبا انتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على غلطة سراي التركي بهدفين للاشيء، سجل أهداف ريال مدريد كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما. بالنسبة لمباراة ملقا وبروسيا دورتموند، التعادل السلبي بدون أهداف لا يزال حاضرا. ما انتهى الشوط الأول باقي ها؟ طيب. عموما إلى الآن تقريبا دقيقة 37 38 في مباريات دوري أبطال أوروبا، 37 بالضبط. ريال مدريد مع غلطة سراي 2-0 لريال مدريد، ومباراة ملقا وبروسيا دورتموند التعادل السلبي بدون أهداف. في الدقيقة 85 يحرز الفريق الإيراني الهدف الثاني. أحرز استقلال طهران الإيراني الهدف الثاني في الدقيقة 85 من عمر المباراة، باقي 5 دقائق. وهذا يمكن كنا نتكلم فيه أنا والزميل مازن قحطاني قبل شوية، الخوف دائم من الدقائق الأخيرة في مباراة الهلال في دوري أبطال آسيا، تخبط في الدفاع وفي الحراسة وتفكك في الخطوط مع آخر الأوقات. النتيجة حتى الآن 2-1 للاستقلال. نروح لملعب الاستاد الامير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض في الملز للزميل مازن القحطاني مرة ثانية. مازن حياك الله سامر، حيكم جدد وحي مستمعين إذاعة مكتف ام. صار اللي قلت عليه مازن ها؟ النتيجة الآن مثل ما نشوف 2-1 بفريق الاستقلال الإيراني. أنت خفت من آخر الوقت ها؟ والله شوف يا سامر، أنا دائما أقول لك هالشيء، لاعبي الهلال ما ادري ايش مشكلتهم مع الدقائق الاخيره، عندهم ثقافه الحفاظ على الفوز في المباريات الاسيويه في الدقائق الاخيره غريبه جدا، وخاصه اذا كان في اخطاء مثل اخطاء من الخطا اللي وقع فيه ماجد المرشدي قبل شوي، ودائما ما يكرر مثل هذه الاخطاء ثم يتعذر بالاصابه، وانه مثل هالمباريات داخل ارضك انك تخسرها مباراه، يعني الفريق الايراني ربما تكون هذه اسهل مباراه حقق فيها فوز يمكن طوال تاريخه. انت عارف يا سامر ان اخر مباراه لعبها قبل مباراه الهلال فريق الاستقلال كانت امام فريق في كاس الايران او من كاس الاتحاد الايراني او من هالامور، لعب 120 دقيقه انت عارف، وانتظر على ما يقول مدربهم في المطار ما يقارب هذا هدف ان شاء الله اضاعت فرص كالعاده تامر. يا ساتر، هذا ياسر الشهراني. هذه فرصه ياسر الشهراني طبعا، اضاع فرصه الآن الفريق الهلالي رجع مرة ثانية يحاول إنه يضغط على الفريق الخصم، لكن ما أتوقع إن في فائدة. الفريق الإيراني مجرد ما يقفل خلاص انتهى الأمر. لكن يا سامر حتى لو جت تعادل ترى النتيجة جدا سيئة مقارنة إذا ما شفنا إنه مباراتين قادمة راح تكون في خارج أرضك مباراة داخل أرضك اللي هي مباراة العين.
يعني مباراة العين آخر مباراة وفي الرياض صعبة جدا، خاصة إذا معلمنا أن العين يعني هازمت خارج أرضه، خارج الأرض وفي ديار العين وبنتيجة كبيرة ومستوى فارق معاك، المحترفين اللي عنده غير اللي عندك، يعني هذول محترفين كويس ويمشي. طيب مازن توصف لنا كيف انتم جالسين تسمعون الان نصيحات الجماهيريه كلها جالسه خاي على اللاعبين من الابطال الفرديه اللي جالسه تصير. في الدقيقه 88 ونص تبديلين ما اشوف لهم داعي، اللي هو سلطان البيشي بدل ماجد المرشدي اللي ممكن يكون مصاب، ويونغ بيوم ممكن ان يكون بدل ياسر. فجأة بعد الهدف الثاني يصيب ماجد المرشدي. ها ايه فجأة يصيب. يعني قبل تقريبا 3 أو 4 مباريات نفس الحركة من ماجد المرشدي تسبب بهدف، وبعدها يطلع يصرح انه انا اعتبر هذا جاني اصابة بالمفصل او كنت قبل المباراة مصاب. انا احترم ماجد المرشدي واقدر كرجل وكشخص وكلاعب، ولكن كمستوى فني يا ماجد المرشدي يعني اذا كنت مصاب قبل المباراة في وسط المباراة انت اطلب تبديل، ليش انه تضرب فريقك على حساب انك تلعب المباراة كاملة؟ يعني ايضا نواف العابد ترى يا ثامر واضح انه مرهق جدا، واضح انه تعبان، ومع ذلك ما طلب التبديل. المفروض اللاعبين يكون عندهم ثقافة انه يعني احنا نشوف في اوروبا اللاعب مجرد ما يصاب يعرف يبدل ولا لا، يكلم المدرب هو اللي يبدل، لكن لعبتنا لا، يبغون يلعبون مباريات حتى لو فيها مكسور. نقدر الحماس هذا، لكن انت قدر فريقك انه محتاج لاعب انشط منك في الدقائق الاخيره. يعني طيب منطقة الاعلاميين والصحفيين اللي انت موجود فيها الحين مازن، توصف لنا الوضع كيف؟ والله الوضع يا ثامر الكل متنرفز، انا ودي اخذ ضيف معي لكن انت تعرف يعني مباراه خاصه مباريات الفرق السعوديه امام الايرانيه تكون ذات طابع حماسي شوي، والزملاء كلهم متنرفزين من مستوى الهلال والاخطاء اللي جالسين يقوم بها، عرفت؟ فان شاء الله ان نكون اذا مجانا ان شاء الله انه ناخذ حتى تعليقات اللاعبين على الخساره هذه حتى الان تقريبا عبر الميكس جون، ان شاء الله نكون معاكم ان شاء الله بعد. ان شاء الله، شكرا يا مازن، ان شاء الله بنرجع لك بعد نهاية المباراة. بنطلع الفاصل قصير ونرجع لكم مرة ثانية في برنامج غرفة 11. دقيقة الآن 90 بدل الوقت بدل الضايع، والنتيجة 2-1 لاستقلال إيراني بعد الفاصل. الدقيقة 4 من الوقت بدل الضايع في مباراة الهلال والاستقلال الإيراني، ولا تزال النتيجة تقدم الاستقلال بهدفين مقابل هدف. الوقت الضايع المحتسب 5 دقائق، مر منها 4 دقائق وباقي دقيقة واحدة على نهاية المباراة، والنتيجة 2-1 حتى الآن لاستقلال طهران الإيراني. على وشك نهاية المباراة، الهلال والاستقلال الإيراني بفوز الاستقلال بهدفين مقابل هدف، وتكون هذه ثاني خسارة للفرق السعودية اليوم في دوري أبطال آسيا بعد خسارة الاتفاق من مضيفة الشباب الإماراتي بهدف مقابل لا شيء في اللقاء اللي جمعهم اليوم على ملعب نادي الشباب في دبي ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم. انتهت مباراة الهلال مع الاستقلال الإيراني بفوز الاستقلال الإيراني بهدفين مقابل هدف لنادي الهلال. مباراة أو مباريات دوري أبطال أوروبا، نهاية الشوط الأول ريال مدريد متقدما على غلطة سراي التركي بهدفين مقابل لا شيء سجلهما كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما. وبالنسبة لمباراة ملقا الأسباني وبروسيا دورتموند الألماني، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف. لليوم الثاني على التوالي تجمع كبير من جماهير نادي الاتحاد أمام بوابات النادي، وذلك بعد القرارات الاتحادية بإبعاد الكابتن محمد نور. واقتحمت الجماهير لليوم الثاني تدريبات الاتحاد المغلقة، حيث وصلوا إلى المدرجات وقاموا بالأهزيج مطالبة بعودة نجمهم المفضل. مباراة الهلال يعني كان قبل شوي معنا الزميل مازن القحطاني من ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض في الملز،
وكان في استياء جماهيري كبير بعد انقلاب النتيجة على الهلال من 1-0 إلى 2-1 وخسارة اليوم أمام الاستقلال الإيراني. أمس باركنا للأندية السعودية، كان ضرب بقوة للأهلي أمام سيبهان الإيراني وبأربعة أهداف، وفوز للشباب على تراكتور الإيراني أيضا. لكن اليوم خسارتين للأندية السعودية، الاتفاق من الشباب الإماراتي والآن الهلال من استقلال طهران الإيراني. حل خسارة الأندية السعودية اليوم في دوري أبطال آسيا، وتقريبا أو خلينا نقول وضعهم في المجموعات، ينضم لي الآن الكابتن الدولي والمحلل الفني الأستاذ خالد الشنيف. حياك الله معنا أبو الوليد. هلا 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 أختام، مساء الخير. مساء الخير لكل المستمعين، نقول حظ أوفر للفرق السعودية ونبارك لفريق الشباب الإماراتي. كيف أبو الوليد نبدأ بالهلال اللي انتهت قبل شوي؟ يعني اللي قاعد يحدث في الهلال منشأ هذه المباراة في الشوط الأول بالتحديد بطء شديد بالنسبة للأداء أمام الفرق الإيرانية، إلا إذا تلعب بهذا الرتب تأكد أنك ستقبل أهداف. هذا واحد. ممكن كتشكيلة في البداية كان لا يريد أن يغامر تكنب الفيز، لا تكون حذر في وسط الملعب وتكتيف وسط الملعب، والسبب قلق من المباراة لا يلام لقوة الفريق الإيراني وقوة الاستقلال الإيراني. لكن المستغرب وين حدث بعد خطفك لهدف. الآن اللي يبدأ في التدخل وعملية التدخل لاستغلال المساحات الموجودة إما بإنزال مهاجم سريع واستغلال هجمات مرتدة، أو إدخال لاعب وسط خامس وإقفال المنطقة، خاصة أن فريق الاستقلال الإيراني جالس يوصل مرباك من الشوط الأول، جالس يوصل بأكثر من فرصة. أتكلم بعد تسجيل الهدف، لا أنتظر فترة طويلة. التبديلين الأخيرة اللي تموا البيشي ويو يأخذ دقيقتين أمام فريق عارف أن كرات الثابتة خطرة جدا، متى ما لعبت في ملعبي سوف يكون خطر جدا، واستمرار للأخطاء الفردية من مدافعين الهلال بالتحديد المشهدي. أخطيت في الكرة أعمل فاول، أعمل خطأ مع اللاعب. طيب أبو الوليد اليوم يعني خلينا نتكلم، يمكن قبل المباراة كان واضح أن المدرب الفريق الإيراني قد تابع الهلال يمكن في عشرة طاب وشافها مباريات، والدليل حديث عن نواف العابد واضح أنه شافها في مباراة الأخيرة أمام الاتحاد. تشوف أنه اليوم مثلا زلاتكو يعني درس فريق استقلال كويس، ولا بمجرد هي فقط أخطاء فردية من اللاعبين داخل الملعب؟ أنت تعرف لما تقرأ المنافس وتتعامل مع المنافس تعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه. أحد أقوى نقاط قوة الفريق الاستقلال الإيراني تكلمنا عليها أمس ونتكلم عليها مستقبلا هي المواقف الثابتة. صحيح. اي موقف ثابت كان الاستقلال كان خطر جدا، رمية تماس، ضربة ركنية، خطأ جانبي، كانت الكرة الاولى دائما للاعب الاستقلال على الجانبين، في الجانب الهجومي والجانب الدفاعي. كانت الجبهة اليمنى الموجود فيها خسرو حيدري تعمل على مدار الشوطين على اثنين. ثلاثة، انت لما تتكلم عن المنافس واتكلم عن قيمة المنافس، كيف العب مع المنافس بالنسبة لتعاملي معه، كيف العب مع المنافس في تعاملي معه، تعامل معه في استغلال البطء الموجود في مدافعينا، في انزال مهاجم في اكثر من مره، الاخطاء الدفاعيه الموجوده في الهلال متكرره. لذلك ما تتكلم عن مباراه اليوم، ارجع لمباراه الموسم ككل، ارجع لمباراه الموسم ككل امام فريق وجهه نظر الفريق قوي جدا ويعرف يلعب على امكانياته وعارف امكانياته وعناصر قوته وين جالس يلعب عليها الاستقلال. بهذه النتيجة ترى يا تامر الاستقلال أول، الصراع المركز الثاني ما بين الهلال والعين. صعبة على الهلال؟ في إيران صعبة، يعني خروجه في نقطة تعتبر ممتازة جدا في إيران. أو ثلاث نقاط، آسف، ثلاث نقاط حاليا، خسارتين وفوز واحد. الآن هو خسارتين، خسارة من العين وخسارة من الاستقلال، خسارتين وفوز، يعني من ثلاثة من تسعة. لذلك أمل وين؟ على الأقل بنقطة إيجابية، منها وقف الاستقلال ومنها يعود الأمن، ثلاث نقاط الريان، ومن ثم التفكير في ثلاث نقاط حقة العين. يعني وضع المجموعة ما زال أمس نتكلم فيها تامر مجموعة الأصعب حتى الآن، بس وشاهد كمجموعة الأقوى في هذه المجموعة مع احترامي للهلال والعين والريان الأقوى هو الاستقلال. طيب تشوف ليش الحلول للهلال في قادم الأيام لمعالجة الأخطاء والوليد؟ ما في الأسبوع القادم ما فيها، الآن
العمل على الجانب الفني مهم، العمل على ترتيب المجموعة وتنظيم المجموعة مهم، العمل على الهجمة المرتدة. العود وين؟ العود تنظيميا. أنا عارف خطفت هدف، أرجع أصلح الحالة الدفاعية. طيب أبو الوليد، بالنسبة للاتفاق، الاتفاق الآن نقدر نقول أنه خسر فرصة الحصول على بطاقة التأهل. يعني الاتفاق نقطة من ثلاث مباريات. يعاني الأمر صراحة. على ناحية الأداء، على ناحية النتائج، على ناحية العنصر الأجنبي، حتى على ناحية سياسة النادي في التفريط في اللاعبين وعدم التعاقد للكبودلاء على المستوى الأجنبي وعلى المستوى المحلي. صحيح. لذلك سوف يعاني الاتفاق مستقبلا إذا تم في هذه السياسة. هذا ترى مو نتيجة ما أتكلم عن مباراة اليوم. للعلمة الشباب تلازم الأجانب لم يشاركوا. الشباب الإماراتي. تلازم العنصر الأجنبي لم يشارك سياو إلى آخر ثلث ساعة. إدغار واللاعبين الأجانب لم يشاركوا. أريد إدغار وريك لم يلعبوا. لذلك الاتفاق في هذا الوضع بالتحديد على حالته، التفكير في المستقبل وإعداد المستقبل على جبهتين. الإبقاء على لاعبينك المواطنين أو المحليين. الإبقاء عليهم ضروري جدا، بتدعيمهم بعناصر أجنبية ممتازة لكي يعود الاتفاق لوضع الطبيعي للمنافسة على مركز ثالث أو رابع أتكلم السنة القادمة، والظهور في ظهور مشرف دوري أبطال آسيا. يعطيك العافية أبو الوليد، شكرا لك. حبيت مرة ثانية للفرق السعودية ومبروك للشباب الإماراتي. يعطيك العافية، شكرا لك أبو الوليد. في رسالة واضحة أبو الوليد، لا تجيب عند الإيرانيين مرة حتى مبروك. طيب بنحاول نشوف نوصل لمازن القحطاني. قبلها بنطلعكم على الأخوة المستمعين على ترتيب المجموعات بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة من مباريات دوري أبطال آسيا. في المجموعة A، المجموعة الأولى، الشباب السعودي يتصدر المجموعة بسبعة نقاط، تراكتور الإيراني بأربعة نقاط في المركز الثاني، في المركز الثالث الجيش القطري بأربعة نقاط بفارق الأهداف عن تركتور، في المركز الرابع الجزيرة الإماراتي متذيل الترتيب بنقطة وحيدة. في المجموعة بي اللي هي المجموعة الثانية يتصدرها الأخوي القطري بسبعة نقاط، يلي في المركز الثاني بختكور الأوزبكي بست نقاط، ثم الشباب الإماراتي بثلاث نقاط بعد فوز اليوم على الاتفاق، وفي آخر هذه المجموعة رابعا يقع نادي الاتفاق بنقطة وحيدة. في المجموعة سي اللي هي المجموعة الثالثة يتصدرها الراقي النادي الأهلي بثلاث انتصارات من ثلاث مباريات بتسعة نقاط، يليها الغراف القطري بست نقاط في المركز الثاني، وفي المركز الثالث سبيهان أصفهان الإيراني بثلاث نقاط، وفي المركز الرابع النصر الإماراتي بدون أي نقطة. في المجموعة الرابعة المجموعة دي يتصدر المجموعة استقلال طهران الإيراني بسبع نقاط بعد فوز اليوم على الهلال، العين الإماراتي بست نقاط بعد فوزه على الريان القطري في المركز الثاني، الهلال في المركز الثالث بثلاث نقاط من فوز وحيد على الريان القطري. الريان القطري يتذيل ترتيب هذه المجموعة بنقطة واحدة فقط. المباريات القادمة لدوري أبطال آسيا اللي هي الجولة الرابعة، مثل ما قال أبو الوليد يعني الأسبوع أو أقل، نتكلم على 9 أبريل و10 أبريل. يوم الثلاثاء 9 أبريل بيكون وين الأندية السعودية؟ الاستقلال الإيراني مع الهلال السعودي، راح تكون المباراة في استاد زادي في طهران، راح تكون المباراة الساعة 7:30 مساء يوم الثلاثاء 9 أبريل الساعة 7:30 مساء، الاستقلال الإيراني والهلال السعودي على ملعب أزادي في طهران، راح تكون مباراة الساعة 7:30 هذه يوم الثلاثاء 9 أبريل. يوم الأربعاء 10 أبريل أو عفوا يوم الثلاثاء أيضا في نفس يوم الهلال، راح يكون الساعة 8 مباراة الاتفاق السعودي والشباب الإماراتي، راح تكون على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام. الأربعاء 10 أبريل بتكون مباراة وين الشباب؟ الشباب بيلعب مع تركتور الإيراني
أيضا الساعة 7:30 المساء في إيران، وبتكون مباراة الأهلي السعودي وراح تكون الساعة 9:45 مساء على طبعا الملعب الشرائع في مكة، مباراة الأهلي السعودي وسبهان أصفهان الإيراني، بتكون يوم 14 أبريل. ما أدري عثمان جاهز مازن؟ طيب قبل ما نرجع نروح لمازن، عندنا تقرير مع زميل حنين عبد الغني وزميل عبد الله الترك عن النجم الإنجليزي المعروف ديفيد بيكهام يحلم بالعودة للمنتخب الإنجليزي. نسمع هذا التقرير ونرجع مرة ثانية مع برنامجكم الرياضي غرفة 11. التقرير الرياضي. لم يفقد النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام الأمل بعد في العودة إلى منتخب بلاده على الرغم من غيابه عن الأسود الثلاثة منذ ما يقارب 3 أعوام ونصف. ويأمل بيكهام البالغ من العمر 37 عاما والمنتقل الشتاء الماضي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أن يعود إلى تشكيلة إنجلترا قائلا: سأغتنم فرصة اللعب مجددا مع المنتخب، وهذا أحد أهم أسباب عدم اعتزالي دوليا. وأضاف بيكهام لشبكة CNN الأمريكية: إذا حصلت على فرصة اللعب مجددا مع بلدي لن أرفضها أبدا. اقتربت من 38 وحظوظ عودتي تبدو حتى الآن ضعيفة جدا. وخاض بكم 115 مباراة دولية وهو رقم جيد للاعب كرة قدم، وكانت آخر مبارياته الدولية في شهر أكتوبر من العام 2009. التقرير الرياضي. قدم سلمان القريني عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي شكره للأمير نواف بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على حكمته في معالجة الموضوع الذي تناقلت وسائل الإعلام والبيانات الصادرة مؤخرا فيما يختص أو يخص علاقة العملية باللجنة الأولمبية، حيث أنهى سموه الموضوع واللبس الذي حصل بمسؤولية كبيرة. وأكد القريني أنه كان وسيظل يقدم الغالي والنفيس لخدمة الرياضة السعودية التي يرعاها الرجل الرياضة الأول الأمير نواف بن فيصل. نفى الأستاذ طارق النوفل مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب ما تم تداوله خلال الأيام الماضية أو اليومين الماضية تحديدا عن دخول الإدارة الشبابية في مفاوضات مع النجم محمد نور لاعب الاتحاد، وأكد عبر حسابه الشخصي في تويتر أن لا صحة لمثل هذه الأقاويل وأنه يتصور أو أنه لا يتصور ولا يتخيل قائد الاتحاد محمد نور في نادي غير الاتحاد. قال نجم برشلونة الأسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم أن الإصابة التي لحقت به في مباراة ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي لحسن الحظ لم تكن كبيرة، وأنه سيعود سريعا إلى الملاعب. وتعرض النجم الأرجنتيني لإصابة في عضلات الساق اليوم خلال الشوط الأول من لقاء باريس سان جيرمان أمس، واضطر للخروج نظرا لعدم قدرته على الاستمرار في اللعب. وأعلن النادي الكتالوني أن الفحوصات الطبية أكدت أن الإصابة ستمنع ميسي من المشاركة في لقاء ريال مايوركا في الدوري الأسباني يوم السبت المقبل، وأن شفاءه سيحدد مدى جاهزيته للمباريات المقبلة ومن بينها لقاء الإياب أمام الفريق الفرنسي في 10 أبريل الجاري.
أكد ديدي دروغبا أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قد يفكر في العودة إلى تشيلسي لأنها عمل لم يكتمل مع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي. وأعلن بنيتس بالفعل أنه سيترك النادي في نهاية الموسم الحالي، ويعتقد دروغبا أن مورينيو سيكون البديل المثالي لتشيلسي الإنجليزي. الدقيقة 53، مباريات دوري أبطال أوروبا الدور ربع النهائي. ريال مدريد لا يزال متقدم على غلطة سراي التركي 2-0، وملقا الأسباني لا يزال متعادلا سلبيا مع بروسيا دورتموند الألماني. نروح للزميل مازن القحطاني في ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، ويبدو أن النفسيات تعبانة يا مازن، صح ولا لا؟ أكيد ما في أحد يصرح. حياك الغامر، حياك وحي المستمعين مجددا. أنا متواجد الآن منطقة المجزون، طبعا إلى الآن ما خرجونا العيبة، ربما أنهم ينتظرون يعني حتى الاستوديوهات التحليلية ولا البرامج تمشي بعدين يطلعون، ما أدري شعلتهم. لكن أنا كان لي حديث، ما كان عندي وقت أن أوقف مع الجمهور شوي نأخذهم معنا عشان أروح على حد منطقة المجزون. كانوا مستائين جدا، الكل يطالب برحيل عبد الرحمن بن سعد كالعادة بعد أي إخفاق آسيوي أو حتى يعني خسارة آسيوية، الكل يطالب بإبعاد الأمير عبد الرحمن بن سعد. كلهم يقولون أنت ما قصرت ووفيت وكفيت، خلاص أعط غيرك مجال. وطبعا في أحد الجماهير أو كم يعني عدد كبير من الجماهير كانوا يتكلمون معي أنه ليش هشام الحيدان اللي إداري الفريق الأول وسوى الحركة اللي وسكتوا أو حط يد على فم أنه مالكم، لأن الجمهور بالتأكيد لابد أنه يكون هناك في نرفزة في كلام على اللاعبين أكيد بعد أي خسارة. في اليوم بعض الجماهير قامت تتكلم، في هشام الحيدان سوى حركة ربما أغاضت الجماهير الهلالية. طبعا يا تامر، أنا الحين ما عاد ممكن إن ربما أنا ما نقدر نحصل على اللاعبين، لكن إن شاء الله أنا نقدر نأخذهم على الأقل لو تسجيل صوتي، ونرفق لكم بكرة إن شاء الله في البرنامج. أنا معي ضيف إذا في وقت يا تامر. تفضل، مين معك؟ معي فهد السباعي من صحيفة لاين نيوز. فهد حياك الله، مرحب بك عبر إذاعة مكس إف إم. تفضل معك تامر. أنا مرحبا الزميل فهد السباعي. هلا ومرحبا، حياكم الله زميلنا الغالي. كيف حالك يا فهد؟ ان شاء الله طيب. الله يسلمك حالك، الحمد لله. فهد، عنوانك في لاين نيوز. والله عنوانها الاكبر كالعاده، ضيعها الهلال بيديه. شلون ضاعت بيديه فهد؟ والله يا اخوي عامر، انت عارف الهلال يعني منذ الازل وهو يشتكي من خانه قلبيه الدفاع، وكان مدرب زلاتكو يعني قبل ما تبدأ البطولة كان الشهراني كان في لعب متميز حقيقة، لكن للأسف يعني الجماهير الهلالية أحبطت لأن الأهداف جت تقريبا بأخطاء. للأمانة أيضا السداري أيضا اشترك في الخطأ، لأنه السداري ما زال يعاني من مشكلة الخروج الصحيح، التواجد في المكان الصحيح، متابعة الكرة، تخليص الكرة، يعني هذه مشكلة في السداري حقيقة. يعني ما أبي أحمل لاعب أنا، لكن كلهم يعني عنده أخطاء. أستاذ حقيقة يعني تكلم مع المدرب، اعترف المدرب اعتراف صريح عن مشاكل الدفاع والحراسة متواجدة أكثر من مرة، أكد أنه يحاول أنه يحلها، لكن الهلال دائما يتحمل أخطاء لاعبيه، قلوب الدفاع، الحراسة، التغطيات، لأن بأمانة الهلال يفتقد سياستين حقيقة في الأوقات المتأخرة أو الأوقات الآخر ربع ساعة، يفتقد سياسة الحساب على الهدف أو التقدم، ويفتقد سياسة إضاعة الوقت. يعني في الهلال إضاعة الوقت أنا أعتبر أنه حق مشروع، هو الحكم الوحيد هو اللي يتدخل في حالة إذا كان الحارس يضيع وقت، إذا كان يمثل هذه قلة الخبرة. فهد صراحة صعب أنك تتكلم عن قلة خبرة وأنت تتكلم مع سجيري لاعب في كأس العالم، لاعب للشباب والأولمبي، وكان من ضمن الدرجات كلها، صعب انك تكون لها خبره. انا اتكلم عن الزهري، وايضا اتكلم عن المرشدي، اتكلم عن زايا، اتكلم عن ياسر قحطاني. ايضا امانه المدرب حقيقه من خلال يعني نقاشنا احنا الاعلاميين مع بعض كان له اخطاء، كان له بصمه كبيره في
بخسارة المباراة، عدم توفيقه في التغييرات، عدم يعني انشيط خط المقدمة وأنت متقدم وباقي من الوقت تقريبا 20 دقيقة، كان بإمكانك أن تنشط خط المقدمة، إدخال الكوري والإخراج ياسر المرهف، كان عنده حلول لكنه ما حاول يستفيد منها. هارد لك فهد، شكرا لك ولتواجدك معنا. هارد لك الهلال، هارد لك الهلال. لا أنت ممثل الوطن الآن نادي الهلال أكيد. وهارد لك للاتفاق أيضا، يعطيك العافية فهد. الله يعطيك العافية. شكرا للزميل فهد السبيعي. طيب راح الصوت. شكرا لمتابعتكم برنامج غرفة 11، إن شاء الله راح نكون معكم يوم الجمعة في برنامج غرفة 11، يوم السبت بداية أسبوع مع برنامج الجولة. تصبحون على ألف خير.